ناخذ فكرة عن مؤتمر مهم جدا له علاقة بطب الأطفال. لما بيجي نحكي عن طب الأطفال أكيد هم المختصين الأطباء الأكاديميين العلماء اللي رح يشتركوا بهذا المؤتمر رح يستفيدوا بالدرجة الأولى، ولكن أنا بحس أنه إحنا كمان اللي عندنا أطفال الأسر كل هذا رح يكون أيضا يعني من ضمن الدائرة التي ستستفيد من هكذا مؤتمرات. اليوم نحكي عن مؤتمر طبي لاتحاد جمعيات طب الأطفال في حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط، وهذا المؤتمر خاص بطب الأطفال. دكتور باسم الزعبي معنا هذا الصباح وهو رئيس اللجنة العلمية في هذا المؤتمر. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، شكرا لكم وشكرا للاستضافة الكريمة، يعني عودتونا دائما على مثل هذا الأعمال الخير. أهلا وسهلا دكتور، صباح الخيرات. يعني إحنا بجوز طب الأطفال بالنسبة لنا هيك لأنه مرتبط بالأطفال بنحب طب الأطفال أكثر شيء. فأهلا وسهلا فيكم وإن شاء الله موفقين بمؤتمركم. إذا عم نحكي عن مبدئيا مفاهيم لازم او يعني جهات لازم نعرف عنها اكثر، اتحاد طب الاطفال المشارك في هذا المؤتمر ما هو هدفه؟ وين مقره؟ على شو بيشتغل بشكل اساسي؟ جميل. اتحاد جمعيات طب الاطفال في حوض البحر الابيض المتوسط والشرق الاوسط اتحاد يضم 28 دوله، يعني جمعيات طب الاطفال في 28 دوله هي الدول المطله على حوض البحر الابيض المتوسط والشرق الاوسط، يعني تبدا من اسبانيا وفرنسا وايطاليا واليونان وقبرص وكرواتيا والبوسنه والهرسك وتمر الى تركيا والدول العربيه تقريبا غالبيتها بالاضافه الى ايران، كل هذه الدول هي جزء من اتحاد جمعيات حوض البحر الابيض المتوسط والشرق الاوسط تحديداً. نعم تحديدا، وهذا يعني تشكل رسميا بالمناسبه أول ما تشكل في القدس عام 1966 قبل الاحتلال. نحن عم نحكي عن اتحاد قديم. قديم يعني نعم، هذا الاتحاد قديم وعريق صحيح، ويعقد مؤتمر سنوي، ربما كانت في السنوات الأولى الظروف لم تكن مواتية لعقد مؤتمر سنوي، لكن حاليا يعقد مؤتمر سنوي لهذا الاتحاد. وأيضا بالمناسبة قبل 7 سنين كان حظي الأردن باستضافة هذا المؤتمر. وبالمناسبة أيضا كنت رئيس اللجنة العلمية لذلك المؤتمر، ويعني حظينا أيضا باستضافة كريمة منكم، عودتونا دائما على ذلك. بالعكس والله نتشرف لأنه يعني إضافة نوعية، إحنا عم نحكي لخبرات أطباء الأطفال هنا في الأردن بما ينعكس على الجميع يعني بشكل إيجابي إن شاء الله. لا شك هذا المؤتمر يعني راح يكون مؤتمر ضخم، يعني من عدد الدول المشاركة، من المحاضرين اللي استضفناهم من أمريكا من كندا من أوروبا من آسيا وأفريقيا، يعني مشاركة كبيرة راح تكون، ولا شك أنه زي ما تفضلتي راح يكون إضافة نوعية للتعليم الطبي المستمر الموجود في الأردن، يعني هي فرصة كبيرة لزملائنا للاحتكاك واكتساب المعلومة والنقاش والمشاركة في هذا المؤتمر الحدث الكبير. يعني هناك زملاء كثيرون قد يصعب أن يكون لهم مشاركات في المؤتمرات خارج البلاد لظروف على الأقل اقتصادية يعني وعملهم أيضا، فهي فرصة أن نحضر هذا الطاقم الكبير والخبراء إلى بلدنا ووسط مدينة عمان. قديش مهم ومفيد والله يا دكتور باسم، يعني هو لما بنحكي عن مؤتمر خاص بالأطفال شو الجديد بعالم طب الأطفال يمكن أنه ينحكى عنه في مؤتمركم؟ يعني هذا المؤتمر مؤتمر طب أطفال عام، يعني هناك كل الاختصاصات المتعلقة بطب الأطفال راح يكون لها جلسات، يعني لدينا 17 جلسة كل جلسة هي متخصصة في موضوع من مواضيع طب الأطفال، يعني التنفسية والجهاز الهضمي والغدد والأعصاب والقلب وإلى آخره، يعني كل هذه الاختصاصات كل واحد لها جلسة، وكل جلسة من هذه الجلسات هناك يعني محاضرين من خارج الأردن ومن زملائنا داخل الأردن وكلهم كفاءات بهدف تقديم ما هو جديد. من الصعب الحديث عن شيء محدد لأنه تعلمين الطب بشكل عام وطب الأطفال يعني عمل يعني متدرج والبناء فيه متدرج، يعني كل يوم في شيء جديد ويضاف لما سبقه، لذلك لا شك أنه كل محاضرة أو بحث يقدم لابد أن يكون فيه شيء جديد. هناك أيضا لدينا 3 ورشات عمل، اثنتان منها متعلقتان بطب المواليد الجدد، وواحدة من هذه الأمور هي تقنية جديدة للحد أو تخفيف من ما يسمى بشلل الدماغ الناجم عن نقص الأكسجين والتروية أثناء الولادة، يعني تقنية جديدة تقوم على تخفيض حرارة المولود إلى درجة معينة بهدف الحد من هاي الورشة، راح يعني من زملائنا المشاركين فيها قد يستفيدوا منها إن شاء الله. وورشة أخرى
قد تكون أيضا متعلقة بالبحث، وزميلتنا الضيف السابق كانت كنت تحكوا عن البحث العلمي وهو موضوع أساسي في الطب. طبعاً بدون البحث العلمي لا يمكن أن يتطور الطب، وإحنا في بلدنا وفي بلدنا العربية للأسف يعني نحبو في هذا المجال للأسف. فيعني هناك ورشة راح تكون يعني لها علاقة في هذا الموضوع إن شاء الله. يعني ضروري كثير بنحب نشوف مثلا طبيب له إضافة في عالم الطب أردني مثلا أو عربي، والله كثير بهمنا. وهذا يعني أنا بقول المؤتمرات العلمية هي من الأساليب والأدوات اللي ممكن تمكن الأطباء أنهم يعني يدخلوا في ميدان البحث العلمي بشكل كبير. لا شك هو حافز كبير لما الزملاء اللي بيشاركوا في المؤتمر بيشوفوا يعني هذا الكم من النقاش والبحث والحوار، يعني هو حافز للدخول في عالم البحث العلمي. ونحن نشجع، هذا جزء أيضا من أهداف المؤتمر، بالإضافة للتفاعل والاكتساب المعرفة، بالإضافة لإقامة جسور ما بين زملائنا الأطباء والأطباء اللي من خارج الأردن، وحتى جسور بيننا يعني في بيننا بعضنا يعني. فيعني هذه الجسور الأردنية لطب الأطفال بتعمل هذا الشيء يعني. لا شك، يعني هي مظلة لكل أطباء الأطفال في الأردن في كل القطاعات يعني، وكل القطاعات الأردنية بالجيش والجامعات والقطاع الخاص والصحة كلهم مشاركون ولهم مساهمات إن شاء الله قيمة في هذا المؤتمر يعني. إن شاء الله يا ربي موفقين بهذا المؤتمر. أنتوا يوم الأربعاء إن شاء الله الافتتاح سيكون يوم الأربعاء الساعة 6 برعاية سمو الأميرة بسمة، والنشاطات العلمية الخميس والجمعة والسبت. هناك في كل يوم مؤتمر يعني طويل، مؤتمر طويل يعني 4 أيام، وزائد يعني ليس في قاعة واحدة، أكثر من قاعة في نفس الوقت يعني، لأنه البرنامج مكثف ونعم، ولإيصال كل ما القدر الأكبر من المعلومات لزملاء الحضور إن شاء الله. إذن عم نحكي إحنا عن مؤتمر إن شاء الله إنه يؤتي ثمار طيبة للوسط الطبي الأردني والعالمي أيضا، يعني أنتم مشاركين من دول أيضا عربية وعالمية. نتمنى لكم كل التوفيق دكتور باسم، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا. شكرا جزيلا لكم للتلفزيون، للبرنامج، للطاقم الرائع، يعني على دعم دائم لمسيرة المؤتمرات الطبية في الأردن وخاصة في جمعيتنا. أطبائنا مميزين وبيستحقوا كل الدعم والتكريم دائما وأبدا. شكرا جزيلا لك.